The course name actually is very interesting for myself. يعني it's autonomous multi-agent systems. أولاً أنا دكتور محمد وهبي. أنا أستاذ مساعد في Information Technology قسم IT. أنا أصلاً خريج هندسة القاهرة Computer Engineering. المجال بتاعي يعني سابقاً كان شوية هاردوير. وبعدين signal processing pattern recognition وطبعا الـ AI يعني nowadays. برضو عشان طبعا عندكم فكرة لأن خليني ما اقدرش اجي النهاردة مع الأسف. يعني أنا اوريدي بشتغل في جامعة أخرى هي جامعة النيل full time. معلش من دول ما عندنا ضغطة شغل فاحنا بنشتغل حتى يوم الجمعة يعني. فما قدرتش اجي النهاردة ومع الأسف واضح إني مش هقدر أجي الأسبوع الجاي. ربنا يسهل إن شاء الله نتقابل بعد أسبوعين أون كامبس بإذن الله. طيب الشغلة اللطيفة بتاعت الأوتونومس ومالتي إيجنت سيستمز. أبتدي المحاضرة بسؤال سريع، حد فيكم قرأ الكورس ديسكريبشن؟ حد فيكم اهتم يقرأ الجائحة بتاعتكم؟ يعني بس ايه عشان لو تكون انا جديد فانا مش قادر اشوف مين بقى بيرفع ايده ومش مين بيرفع ايده او مين فتح المايك او غيره. فهل انتوا عندكم فكره الكورس ده هناخد فيه ايه او ايه التوبكس تو بي كفرد او ايه محله من الاعراب عندكم في التخصص بتاعكم؟ طيب نايس اوكي ماشي. بفترض ان محدش فيكم ايه يعني فكر خالص انه يبص على الكونتنت بتاعكم. الكورس دوت المفروض في اللائحه بتاعتك عندك البري ريكوزيت اللي هو انتروداكشن تو لوجيك. فاكيد انتوا اخدتوا الكورس دوت، اكيد انتوا عارفين الكونتنت. اخدتوا ايه في الكورس دوت؟ خدنا حاجات عن البروفس، يعني خدنا بوف سيستمز. يعني اديني كده اكزامبل أو application. يعني خدنا أولا الأول خلص رجعنا على حاجات اللي هو الكونتنت أصلا بتاع logic أو اللي هو الأورينج والأندينج والحاجات اللي هي البيسكس logic خلص. تمام. وبعد كده بدأنا نخش في البروف سيستمز اللي هي الناتشرال بروفز. وبعد كده خدنا الريدكشن logic. كويس جميل جميل كويس حلوة. طيب ده إيه علاقته بالكورس ده؟ هنشوف. بس هو يعني احنا لازم نفهمه ان دايما الكورسز اللي بتبقى في النص دي زي الكورس اللي انا معاكم فيه ده بيبقى ما قبله بري ريكوزيت، لازم تكون استوعبت منه قدر معين من النولج عشان هيساعدك في انك تفهم الكورس ده اللي هيخدمك في الكورس جاي بعد كده او اكتر ان شاء الله. المحاضرات بتاعتنا زي ما انتم عارفين هو ايام السبت وده this is my email. معلش هي وهبي هنا مكتوبه كابيتال بس هي سمول. I will correct it وهبقى ابعت الكورس او سوري يعني هبعت الباوربوينت برزنتيشن لعبد الرحمن وهو يبعتها لكم. ف this is my email، you can send me email directly. بس يعني ما تستعجلش عليا بس ان انا ايه اكون سريع في الرد، ممكن اخد يومين ولا حاجه او بعد ما اجاوبك. ان شاء الله احنا هنتقابل اسبوعيا يوم السبت، وبرضه ممكن يبقى في اونلاين اوفيس اورز عشان الناس يبقى عندها أسئلة. المفروض إن هيكون معانا يعني أحد الموردين وهيبقى عندنا المفروض معمل وتوتوريال. هل الجداول نزلت بتاعت المعامل وتوتوريال؟ لا لسه. احنا لسه أصلا عارفين الدرجات دلوقتي، يعني من قبل مثلا ساعة ونص من حضرتك لسه عارفين مثلا درجة الانترو اللي بتكتب عليها المادة دي. اوكي اي سي تمام. طب النتائج كويسه ان شاء الله. يعني الحمد لله. طيب. بس لسه مش كل المواد ظهرت فلسه مش عارفين هتسجل المواد امتى. اوكي تمام اي سي. طيب كويس ان انتوا قلتوا لي، يبقى كده ايه هدي النهارده محاضره خفيفه شويه عشان يعني ما اكونش سبقت قوي الدنيا بتاعت جابس او توتوكس. اوكي الكورس ده يا شباب بس عشان نكون مركزين it has too many contents. وبالتبعية it covers different what's called course objectives. course objectives بتاعتنا هو انت بعد ما تخلص الكورس متوقع انت هتكون استوعبت ايه او استفدت ايه. طيب
بالنسبة للكورس كونتنت، we mean اسم الكورس it's autonomous ومالتي ايجنت وسيستم، وكل كلمة من دول ليها معنى زي ما هنشوف، وليها توظيف واستخدام في مجال artificial intelligence. هنبتدي what's called intelligent agents، وده يمكن بيغطي جزئية شوية من الاوتونومي وحتة المالتي ايجنت. ثم هنشوف الانتليجنت ايجنتس دول بيفكروا ازاي. How can I build an intelligent agent؟ فبندخل في what's called search based learning. واعتقد انتوا اخدتوا بعض الحاجات دي في كورسز تانية، واحنا ماشيين كده هتكتشفوا القصة دي. طالما ان هو هيبقى autonomous يبقى for sure هيتعامل مع surrounding world، فهندخل في what's called uncertain environments. ويمكن في الحتة دي برضو انتوا بتاخدوا في كورس اخر الفازي. تاخدوا فازي في انا كورس فكروني كده. ما اخدتوش فازي لسه يا شباب؟ لا يا دكتور تقريبا. طيب اخدتوا probability وstatistics؟ خدنا two courses. جميل. فالuncertain environments دي يا شباب لما نيجي نتعامل معاها بنبقى محتاجين فاهمين يعني ايه probability، يعني ايه interval of confidence، يعني ايه stochastic، يعني ايه random variables، والقصص دي كلها. والفازي برضو المفروض انتوا تاخدوا فازي يعني اي بريف حسب ما انا فاكر، في الجاي المفروض السمستر ده هتاخدوا حاجه عن الفازي ان شاء الله. هنتكلم طبعا بعد كده ان شاء الله يمكن بعد النص تاني او يعني بعد الميد تيرم يعني من السمستر في الاواخر كده ناخد واتس كولد يعني ايه مالتي ايجنت سيستمز. وفي السكه بقى هناخد شويه ثيوريز، حاجه اسمها جراف ثيوري اند سو اون، مش عايز ادخل في تفاصيل دلوقتي. طيب وعندنا بعد كده طبعا عندي مالتي ايجنت، يبقى لازم نكونكت ولازم نتوافق. ف we have two different concepts we will have to learn: connectivity and consensus. ايه هي الاركتكتشرز اللي موجوده اللي ممكن نبني بيها مالتي ايجنت سيستم؟ وبالتبعيه الانتر ايجنت والانترا ايجنت كوميونيكيشن دي هنشوف فيها. Hopefully we'll have time by the end of the semester to touch أو to learn أو ناخد فكرة عن strategies أو policies could be applied in a multi-agent learning system. وبالتبعية ندخل في حاجة اسمها Kalman filtering. وKalman filter ده يمكن هتاخده إن شاء الله السنة الجاية in another course اللي هو autonomous intelligent robotics. في الآخر distributed rational decision making policies برضو. ان ازاي المالتي ايجنت سيستم هتشتغل. ففي الحقيقه التوبكس كتيره جدا وكبيره، يعني كان ممكن تتفرد على اكتر من كورس لو عايزين ناخد كل الماثيماتيكال باك جراوندز بتاعتهم ونطبق الكلام ده وناخد يعني ايه ناخدها ان ديبث. ولكن في حاجات هنا هنمشي فيها ان ديبث هي الحاجات الاساسيه الرئيسيه، وفي حاجات تانية انتوا هتعملوها وانا اي ويل جايد يو وهنشوف الكلام ده ازاي. هنعمل كام ده عن طريق ان احنا هنشتغل a project based technique in this course. صحيح انتوا عددكم كبير السنه دي شويه عليا، بس هشوف ان شاء الله الهاندل بتاع الموضوع ده مع المعيدين هيمشي ازاي. I will suggest for you a case study to work on. وهنطبق في الكيس ستادي دي واحده بواحده كل concept احنا بنتعلمه اثناء السمستر، بحيث ان احنا نيجي في الاخر سيمستر يكون في ايدك تكنيكال ريبورت about your own project في جميع او في اللي انت عملته عشان تكون طبقت الثيوريتيكال كونسبتس اللي احنا هنشوفها في المحاضرات. جميل. طيب هو يعني عايز يتكلم ممكن يتكلم على طول، اتفضلي يا مني. دكتور معلش، بس يعني حضرتك تقصد ان احنا هنعمل project phases يعني مع كل بورتا ناخده يبقى مثلا فيس ونسلمها وهكذا؟ يس يس شكرا. بالظبط كده، بحيث ان احنا ايه يعني هو الكورس زي ما قلت كده في البدايه يا شباب في توبكس كتير، و انتوا
traditional way to teach this course, it's a theoretical course وممكن ناخد بعض التاسكس البسيطة في الجابس وتيجي تسمع في الامتحانات. بس في حين انت لو عملت كده يبقى انت هتخرج من الكورس ده hopefully 30% من النولج اللي انت مطلوب تخرج بيها. اما ان انت to apply اللي انت سمعت شرحه النظري ده، ده هيساعدك انت تفهم more in depth هو الدكتور محمد كان بيتكلم عن ايه، هو ايه الموضوع اصلا، هو ايه فايدته، هو هنعمل ايه بالكلام ده، طب هنشوفه فين بعد ما نتخرج. جميع الاسئله دي انا مش هضيع وقتي فيها اقعد اشرحها لك، لا انت هتكتشفها ان شاء الله وانتوا شغالين مع بعض. طبعا انا مفترض ان انتوا كدفعه بداتوا تشتغلوا مع بعض as students بقالكم بس 1 سمستر، فهوبفولي تقسيمة الجروبس تبقى سهلة عليكم، يعني اقصد تبقى انتوا ايه عارفين بعض وبالتبعية لما تعملوا تيمز ما يبقاش فيها مشاكل في شغلانة التيم ورك. طيب لسه في ناس بتيجي يا باشمهندسة منة، مش فاكر مين اللي قال انه بعت على الجروب وجايين برضو بجيمين بتاع انا بعت على الجروب يا دكتور والله بس يا دكتور صدقني. طيب ماشي اوكي، هو انا كنت سالت عبد الرحمن 8:30 مناسب ولا نأخر، فهو جاء كده ايه مناسب. اكتر يا دكتور انا عملت بول والبول كان اكتر من 70% منه بيقولوا بالليل، يعني برضو احنا خدنا معاد الصبح بجد. طيب ايه ان شاء الله ما فيش اي مشكله. طيب معلش يا شباب صحتكم بدري، ان شاء الله تكونوا قاعدين دلوقتي وانتوا بتتفرجوا قصدي بتسمعوا، انتوا قاعدين ايه بتفطروا كده بتشربوا الشاي فبس هم يكونوا ايه يعني بتسمعوني بس اوكي. وبعد كده نتفق ان شاء الله تعالى على مواعيد المحاضره اللي تكون مناسبه للماجوريتي، انا ما عنديش مشكله لو هنشتغل اونلاين برضو الاسبوع الجاي ان شاء الله. طبعا لو هننزل اون كامبس باذن الرحمن بعد كده هيبقى عادي ميعاد المحاضره، ممكن نتفق خلينا مثلا نبتدي من 8:30 9 هناك في الجامعه بس يبقى شارب، يعني لو اتفقنا 8:30 الناس تيجي 8:30، اتفقنا 9 الناس تيجي 9، عشان غالبا لما ندخل بقى ايه في الكلام الجد شويه هيكون النتيجه ايه ان احنا في تفاصيل وفي شغل هنعمله ان كلاس، وهيبقى في برزنتيشنز زي ما هنشوف، هيبقى في ديسكشن، القصه دي يعني مش هتنفع ان احنا نتفق نبتدي 8 والناس تيجي 8:30 8:30 والناس تيجي 9 عن صار. طيب anyway دي تكست بوكس سجستد، في كتاب اسمه Introduction to Multi-Agent Systems، اول فيرجن منه كان سنه 2002 وده كان قديم شويه، هوبفولي تعرفوا تلاقوا 2009 ان شاء الله. التاني اعتقد انتم شفتوه في كورسات اخرى اللي هو Artificial Intelligence and Modern Approach، وده هنشتغل منه كتير شويه، والاكزامبلز اللي هناخدها غالبا هناخدها منه في المحاضره، وطبعا المحاضرات، ولو في اونلاين ماتيريالز هطلبها منكم ان انتوا تبصوا عليها اكتر من التكست بوكس. فعشان بس اوضح احنا هنشتغل مع بعض از كورس بقى جريدنج، فان شاء الله الاتندنس بتاعك اللي هو هيبقى مينلي في جابس او توتوريالز هيبقى 5%، وبعد كده هيكون عندنا assignments وعندنا technical reports اللي هنطبق فيها الكيس ستادي والميدتيرم اكزام. وفي الحقيقه السنه اللي فاتت كان الميدتيرم اكزام اتقلب ريبورت كان نتيجه ظروف الكورونا، اعتقد ان احنا السنه دي هنمتحن الميدتيرم اكزام، فده هيبقى اول مره احط الميدتيرم اكزام في الكورس دوت، ودي تاني مره ادرس الكورس، ويعني بس نسميها كويزز اللي هي 5% ديت. هنشوف بقى ممكن تبقى في المعمل او ممكن تبقى في المحاضره حسب احنا هنشتغل ازاي. وطبعا مع الاسف الفاينل اكزام بتاعنا في جامعه القاهره هو 60%. طيب الامتحانات هنشتغل ازاي او هيجي ازاي في الامتحان عشان برضو يبقى الكلام واضح من البدايه. مره اخرى الكورس لحد كبير از theoretical، وبالتبعيه هيكون الامتحان في جزء منه theoretical يعتمد على قدرتك to memorize، زي ما قلت لكم عشان اساعدك ان انت to memorize and to understand او to acquire the knowledge in depth، فانت تشتغل as a project
فاللي هيأدي في البروجكت ويشتغل فعلا مع زمايله هيفهم اكتر، وبالتالي لما تيجي اسئله اللي هي الام سي كيو او ترو اند فولس هتبقى سهله عليه. اجي هيقول لك انا هحفظ وانا شاطر في الحفظ فقط، يعني هو بقى وشطارته ايه في الحفظ انه يقدر يجاوب الاسئله. الفاينل اكزام غالبا بجيب لك كيس ستادي من اللي احنا اشتغلناها اثناء السمستر وبديك عليها اسئله. يمكن الامتحان بتاع السنه اللي فاتت اعتقد ان انتم هتجدوه سواء مع الدفعه اللي فاتت او المفروض عندكم في المكتب، عشان برضو بقى عندكم تصور الامتحانات بتاعه الكورس ده هتيجي ازاي. حد عنده اي استفسار حتى كان؟ انا دكتور ماشي عندي سؤال. اتفضلي. هو كلاب ستيوارد ده اي ثينك ان هو اصلا ماث بيست، فهو اصلا الكورس يعني كله ماث وكده؟ لا هنبقى في جزء ماث بس مش مطلوب منك او منك ان انتوا تعملوا ماثيماتيكال بروف، مطلوب منك ان انت تفهم الماثيماتيكال باك جراوند ده وبالتبعيه how can we use it in actual application. الكورس ده تمام كده يعني الكورس ده انا مش عارف اوصل ان الكورس يعني احنا بنعمل فيه ايه. ماشي يعني تمام ما تقلقيش خالص. يعني احنا دلوقتي قلنا ايه في اخر كونتنت اهو في السلايد ديت applications in multi robot control systems، فاحنا انتوا ما خدتوش الكنترول ثيوري وده هتاخدوه المفروض السنه الجايه ان شاء الله في الكورس الثاني بتاع autonomous robotics. لكن دلوقتي على الاقل احنا بنتكلم عن المالتي ايجنت سيستمز وازاي نوظف الكونسبتس اللي احنا هناخدها دي in a يعني one of the most commonly او يعني one of the used applications بتاعتنا. السنه اللي فاتت انا اشتغلت معاهم على الصوبه اللي هي بنسميها سمارت اجريكلتشر، وان احنا لو في سمارت فارم او جرين هاوس ايه انواع الروبوتس اللي هتشتغل هناك في المكان دوت. والشباب عملوا فعلا السيرش بتاعهم زي ما انتوا هتعملوا كده ان شاء الله، و كل واحد بقى ايه قاعد يفكر ازاي يوظف الكونسبتس اللي احنا بناخدها في الكلام دوت. وكان الديسكشن بيزد وان هم يبقى في برزنتيشنز معايا وبناء عليه فيدباك مع المعيدين انصار عشان الناس تفهم هم بيعملوا ايه. اوكي فهو ده احنا ايه هنشتغل. انا مش هدي ماث يعني كتير ولكن هنوظف الكونسبتس ديت في التطبيق.